بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية للشيخ تاج الدين أحمد بن عطية السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود صدق فيه، ويكفي المريب غنيمة وجدان السلامة. نعم، يعني الإنسان لما بيجي يعمل طاعة بيشوف بقى إيه ثوابها قد إيه، يقول لك ده مش من الأدب. اللي يشوف ثوابها قد إيه ده فعل العوام لعابد ربه وعبادة التجار. لكن اللي عارف بربه واللي شايف تقصيره حتى في طاعته يقوم إيه؟ ما يفكرش في العوض، يعني ما يفكرش في الثواب من الله خالص، ما يجيش في باله، يقول بس كفاية إن أنا أبعد عن عقاب الله، دي كفاية ليا ثواب، إن ربنا سبحانه ما يعاقبنيش على تقصيري وأنا بعمل الطاعة. لأن أنت بتعمل الطاعة لما تيجي تقارنها بعظمة الله تجد نفسك برضه سرحان، وبرضه أنت لئيم، برضه مش بتعبد ربنا لربنا، أنت مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. فالعبد تملي لئيم، يعمل الحاجة وعينه على حاجة تانية. فهمت؟ فهو بيعمل برضه عبادة وعايز الجنة، عايز فرحين، عايز الفواكه، عايز السرور على المتقابلين. ده باصص لحاجة تانية. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعديها لك لأنه عارفك، هو اللي خلقك وخبزك وعجزك وعارفك. هتروح منين؟ هتهرب من مين؟ فأين تذهبون؟ معديها لك، ربنا رحمته واسعة، بيعديها لك، ما جراش حاجة. لكن العارف بالله بقى يبقى مكسوف من ربه وهو بيعبد ربه وعينه على ثواب ربه، كأنه بيرجو حاجة مع الله، وهو مش عايز يوصل للمرحلة دي، عايز يبقى لا يرجو إلا الله. عشان كده ولا يشرك بعبادة ربه إيه؟ أحد، أي حاجة، أي جزء آخر مع عبادة ربه ما يشركش بيه. فهمت؟ ده مقام بقى عالي، يبقى في مقام عوام ومقام، والعوام ناجين لكن الخواص مقربين. فالإنسان أهل الخواص يعمل إيه؟ لما يلاقي نفسه في العبادة يحمد ربه بس إن ربنا مكنه منها عشان يسقط عنه عقوبة عدم أدائها. الحمد لله على كده، السلامة لا يعدلها شيء. لكن لو هتطلبه بالثواب هيجي طلبك، أنت عايز ثواب؟ طب تعالى بقى، الخشوع قد إيه؟ الإخلاص قد إيه؟ كمال العبادة قد إيه؟ هتلاقي نفسك صفر هنا، صفر هنا، صفر هنا، صفر هنا، تقول له يا رب ما عملتش حاجة، نجيني. فاهم؟ وعلشان كده لو طلبت الله بالثواب يطلبك بالصدق في العبادة، وأنت عارف إنك كذاب. ما دي الحقيقة، ليه؟ لأنك لئيم. ما بتبقاش الحكاية خالصة برضه خالص. هو ربنا قابلك بلؤمك، لكن تقابله وأنت لئيم وتقول له أنا مش لئيم، بتغش مين؟ فهمت بقى؟ هو قابلك على بعضك كده، عارف انك ضعيف، وعارف انك انت يعني تركن لبعض اللذات وبعض الشهوات وحاجات، ما هو اللي خلق وخلق فيك برضه الحاجات دي كلها. لكن ما تتلائمش بقى، اعترف بقى، اعترف واقر. فاذا اعترفت واقريت انك انت لئيم ومش صادق قوي والعبادة بتاعتك معلولة مهما اجتهدت، فما تقولش اديني ثواب بقى، قول يا رب نجني من العقوبة بس، دي كفاية عليك. فهمت بقى المعنى؟ كونه انه ينجيك من العقوبة دي في حد ذاتها رحمة كبيرة، ولو نجاك من العقوبة وقعك بفضله وهو كريم، خلاص بقى ما تقعدش بقى ايه تقول له. يعني انا كنت سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصلاة في جماعة ب 27 ضعف. طب انا صليت معاك كالكوليتور بقى من قبل ربنا، صليت 20 سنة منهم 20 سنة بجماعة، بخمسة لسبعة وعشرين، يبقى حسابنا كذا. اجل اتلاقي، ما ينفعش اتعامل ربك بالطريقة دي. فاهم؟ ما ينفعش، لأنه هيسألك لما تيجي تسأله بالحكاية دي عايز بقى كشف حساب،
بقول لك تعالى انت صليت 20 سنه بخمسه بسبعه في 24 ولا ب 27، لان في روايات تضعيف 24 وتضعيف 27. طيب وريني صدقك فيها، كمال العباده فيها، كمال الخشوع، عدم اذى مسلم، سديت الفرج ولا ما سديتهاش، حضرت تكبيره الاحرام ولا ما حضرتش، قريت الفاتحه بالحضور ولا ما قريتهاش بالحضور، سبحت وانت كده خاشع ولا ما كنتش خاشع، كنت يبتدي يحاسبك يقول لك اه هنا سنه ضايعه، وهنا السنه دي عايز تتعاقب عليها، وهنا السنه دي كان في حكم في الوضوء انت مش درسه كويس، كان وضوءك فيه عله وانت ليه ما درستش؟ هيبتدي بقى يحاسبك بقى على الواحده بقى ما انت عايز بقى. فما يصحش انك انت تقابل ربك بالطريقه دي. فهمت؟ ادي الكلام، الادب مع الله. اما تقابله ضعيف يقويك، اما تقابله مقصر يجبرك. لكن اما تقابله وسعه، الاوليه جايين، اوليه يا ولد فوق. فهمت بقى؟ ده ما ينفعش بقى. انا العبد وانا العاصي وانا المخطئ يا رب، استرني، ارفض بيا خلاص. يوم ساعتها لما يلاقيك انت جاي كده معترف بالتقصير مش هيفتح لك كشف حساب بقى. هيبتدي بقى يفكر لك في اي حاجه عملتها كده زمان وانت مش واخد بالك منها، ويقوم يقول لك انا عفيت عنك عشان الحكايه اللي انت اصلا عملتها وانت مش واخد بالك منها خالص. يمكن مثلا كده اتفرجت على الاخبار مره فشفت كده اهل ليبيا قاعدين بيتضربوا الناس العزل بالاسلحه الفتاكه، فانت عينيك دمعت حزنا على دماء المسلمين. في نشرة أخبار شفتها. يتبع ربنا هيغفر لك عشان الدمعة اللي نزلت منك دي، عشان الشفقة اللي جت في قلبك دي. وأنت مش واخد بالك أنت، لا وسع وأنت داخل بقى تقول وسع، ده أنا حجيت 20 حجة وبنيت خمس جوامع وربيت 10 أيتام وعملت وعملت وسع كل حاجة في بالك إلا الحاجة اللي ربنا هيغفر لك عشانها مش في بالك. لأن العمل كل ما يبقى خالص يصعد إلى الله، ما يبقاش في نفسك، ما تبقاش فاكره. فهمت بقى؟ لكن طول ما أنت فاكره لسه ما صعدش إلى الله، عندك لسه عندك، خليه ينفعك. فهمت؟ إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد حتى من قلبك ومن ذهنك ومن ذاكرتك. اللي هم أجدادنا يقول لك اعمل الخير إيه وارميه البحر، يعني انساه. أول ما تنساه اعرف إنه هو في القبول. طول ما انت فاكره اه مشكلة بقى، ده انت بتطلب العوض بقى. طيب هيطلبك بقى على الصدق والاخلاص والقوة اللي قواك، حتى لو طلعت صدق 100% اخلاص 100% خشوع 100%. طب مين اللي قواك؟ الله. ومين اللي اعانك؟ الله. ومين اللي هداك؟ الله. ومين اللي امدك؟ الله. امال انت ايه؟ انت عدم، انت تراب ابن تراب، انت لا شيء، انت اصلا لا حول ولا قوة الا بالله. تقوم في الاخر تلاقي نفسك برضه سلمت له الامر. وعشان كده يقول لك ايه؟ متى طالبت عوضا على عمل، يعني على عمل صالح. وعوضا هنا معنى ثوابا. متى طلبت عوضا يعني ثوابا على عمل يعني صالح طلبت بوجود الصدق فيه. ويكفي المريب اللي هو شاكك في نفسه وعارف حقيقة نفسه، يقول له سلم سلم نفسي نفسي، سيبوني بس الأول أطمئن على مستقبلي. مع إن هو ربنا بشرهم مستقبلهم، لكن لا، الخوف وشعورهم إن كل اللي فيهم من نعم بما فيها نبوة وطاعة وأتباع وكل حاجة هي من الله أصلا، هو ولا حاجة. فهمت؟ فلما يشعر إن هو ولا حاجة يقوم ربنا يستره بقى، يخليه حاجة. انما لما تشعر انك انت حاجه اه تطلع ولا حاجه، لان يردك لنفسك. انت اصلا عدم، انت وجودك مرتبط بوجود الله، صح؟ لكن لو وكلك الله لنفسك لا وجود لك اصلا، انت موجود به مش موجود بذاتك. عشان كده علماء التوحيد يقول لك ايه؟ الوجود وجودان، وجود بذاته وهو الله، ووجود بغيره وهي الاكوان. مش بذاتها، ده انت موجود بالله اصلا. مش كده برضو؟ علشان كده ايه؟ ويكفي المريب وجدان السائل. مين المريب؟ انا. فهمت؟ هو ده المريب. انا. انت حلو.
مين انت؟ كل المسلمين حلوين. امال مين المريد؟ انا بس. فهم؟ لان ربنا يقول ولا تزكوا انفسكم وعلوا من التقى. فالمريد هنا هو مين؟ انت ايها العبد القارئ اللي بتقرا اللي اطلعت الله على الحقيقه. انت المريد، انت اللي شغلانتك شغلانه كبيره مش سهله، لان لو انت قابلت ربك بنفسك وكلت نفسك للعدم وللعجز وللفقر وللحوجه، لكن لو سلمت نفسك لربك وجدت نفسك للقدرة وللعفو والمغفرة والرزق، فهم؟ فسيبها على الله بقى. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا. الله، الفاعل هو مين؟ الله. الله يفعل ما يريد، يفعل ما يشاء. لكن ربنا من رحمته بينا نسب لنا الفعل على المجاز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله، لأن نسب لنا الفعل مرة وسلب عنا الفعل مرة. نسب لنا الفعل تشريفا ولكن نسب الفعل لنفسه حقيقة. فهم؟ معلش كده قال لك إيه؟ لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، لأن الحكاية لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنت بتقول إياك أعبد وإياك نستعين، يعني لولا استعنت بيك أنا مش هعرف أعبدك أصلا. فهم؟ فالحكاية متوقفة على بعضها. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. يا كفاية بس إن ربنا قال مقبول، مش مهم يبقى ممتاز، عديها. يعني كفاية بس إنما يتقبل الله من المتقين. شو ربنا يقول؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فلما يقبل عملك دليل إنه شهد لك بالتقوى، دي نعمة. فهم؟ يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. سبحانه وتعالى مش كده وبس، وأن قبلك له فاعلا. ده تشريف برضه. فهم؟ هو ده تشريف، إن هو اختارك كده من وسط العباد، عباده الكتير أو اللي هم بالمليارات دول، وخلك أنت واقف في صف الطائعين. يعني اختارك كده اصطفاء بقى. يبقى ايه؟ اصطفاك فاختارك له فاعلا، واصطفاك وقال ايه؟ وكان له قابلا، يعني قبل العمل وقبلك للعمل. فهم؟ فدي نقطه مهمه قوي. عشان كده في الاخر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يستشعر هذه المعاني يقول ايه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. مش كان النبي يقول كده؟ كان يقول كده لما يستشعر ان كل الفضل اللي هو فيه ده ما هو من الله، هو اللي اداله النبوه واداله الرساله وخلى رحمه للعالمين وخلى امته اكبر الامم وافضل الامم واداله احسن الكتب ومن عليه وكان فضل الله عليه عظيما وعلمه فصار اعلم الخلق وجعله اتقى الخلق وجعله اخشى الخلق وجعله كله من الله. الله، يوم ما يستشعر هذا المعنى كله يقول وانا ما عملتش حاجه، انا لما بعبدك بحس ان انا لسه عايز اعبدك اشكرك على ما وفقتني لهذا، فاذا شكرتك عايز اشكرك على ان وفقتني لشكرك، فبالطريقه دي في الاخر انا عجزت عن شكرك كده. ده مين اللي بيقول كده؟ النبي اعبد الخلق اللي انت اصلا ما تعرفش تصلي ركعه من ركعاته، ولا تسبح تسبيحه من تسبيحاته، ولا تتلو ايه من اياته بنفس خشوع النبي وعلم النبي وادراك النبي. ما تقدرش. هو بيقول كده، تقوم انت تقول انا ايه بقى؟ اللي يقول انا يبقى ابليس، يبقى مذهبه ايه؟ مذهب ابليس. مش كده برضه؟ هو اللي قال انا قال ايه؟ قال انا خير منه. ومين تاني قال انا غير ربنا في القران؟ قال انا ربكم الاعلى. الله، يبقى كل الكفار هم اللي يقولوا انا. مش كده برضه؟ هات لي واحد قال انا غير ربنا في القران الا وتلاقيه كافر من اول القران لاخر، يا ابليس يا من كان على مذهب ابليس. شفت قد ايه بقى؟ يبقى مفيش داعي تقول انا. قل وفقنا الله لكذا، سترنا الله فاعنا على كذا، كده. انما تقول انا ايه؟ عشان كده حتى العوام، لان اتربوا على
من أجدادهم يقول لك أنا وأعوذ بالله من أنا، فهمت؟ لأن حتى لو انزلفت لسانه قال أنا إلى نفسه أنا مين؟ ده أنا عدم وأنا حاجة، ده إحنا عدم فعلا، لأن لما تيجي تقول أنا معناه نسبت الأمر إليك وأنت موجود به، فإن لم تكن معه كنت عدم، يبقى نسبته للعدم، يبقى مفيش حاجة، يبقى مفيش حاجة أصلا، فهمت؟ فالأحسن تبعد عن كلمة أنا، أنا أرى وأنا أفهم وأنا أعتقد وأنا فكرت فرأيت، فكرت فرأيت، فاعتقدت ففهمت فأنصح. اسمع كده الناس كلها المعلقين والمفكرين، تلاقي مغروز جوه ذاته بيتكلم بذاته عن ذاته، ده ما يصحش، عشان كده تلاقيهم مخذولين. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، تبقى مش عايز تطفي التلفزيون من حلاوة كلامهم وترتيبه. إيه ده؟ إيه ده الترتيب ده والجمال ده؟ وكله إيه؟ كلام من خرش المية ما شاء الله، وبربندات كأنه هو بلع سبح، يخلص حبة تطلع حبة، حبة تطلع حبة، إيه ده؟ وفي الآخر إيه الفايدة؟ تلاقي نفسك فضعت ولا في حاجة، والبلد غرقانة والدنيا. إن يقولوا تسمع لقوله، كأنهم خشبهم مسنده، والخشب غرقان في ذاته مش موصل للحراره، عايش في ذاته في نفسه، ما يحسش باللي حواليه، مش حاسس الا بنفسه، فهمت؟ انما يمكن حتى الحديد بيحس باللي حواليه، جا جنب حاجه سخنه يسخن، جنب حاجه بارده يبرد، يعني ينفعل مع من حوله او يجذب اليه من حوله أو ينجذب إلى من حوله، يعني المهم في نوع من التفاعل. إلا الخشب ده مصيبة سودة مرمي كده، تقرب له أي حاجة لا يقرب ولا يحس بيها ولا دريان بيها. شوف ربك بقى بيفسر لك أحوال الناس اللي هم إيه، يعجبك قولهم في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد مخلص. نبعد بقى عن دول، نبعد عن دول يا سيدي. كأنهم خشب مسندة، يعني خيال مآت. خيال المآتة ده ايه؟ كل الناس عارفة انه خشب الا العصافير فاكرة راجل، فهمت؟ ادي الحكاية. العصافير اللي هم ايه؟ ضعاف العقول، فاتباع هؤلاء الناس ضعاف العقول، عصافير واقع في ذاته، كله بيتكلم من نفسه. فين مين اللي بيقول قال رسول الله؟ محدش. مين بيقول قال الله تعالى؟ محدش. ده لو حد قال كده يقولوا له يا انت هترجعنا تاني للامور المطلقه، احنا كلامنا عن نسبيات، خلينا في النسبيات، القران ده مطلق، الرسل دول حاجات مطلقه ما نقدرش ان نوصل لهم. قال يعني بيبين ان هو بيحترم القران وبيحترم الرسل، يقوم يعجزك عن اتباع القران واتباع الرسل. ربنا ينجينا. امين. نقف بقى على اذا اراد ان يظهر فضله عليك خلق وانت بإذنك.